انضم إلينا في الاستوديو المنسق الإعلامي والسياسي للجيش السوري الحر لؤي مقداد. نأخذ مثال هذه العملية المشتركة لجبهة النصرة والجيش السوري الحر، مثل هكذا عمليات كيف يتم التنسيق لها بين القيادات المختلفة لهذه الجبهات وكيف يتم تنفيذها؟ يعني لا يوجد خلاف على الأرض بين الفصائل السورية، لكن نحن أعلننا مرارا وتكرارا أن الجيش الحر هو كيان مستقل ومنفصل ومؤسساتي، وهو كيان لا يتعامل بآلية تنظيمية. يعني بمعنى نحن هناك فصائل مستقلة كجبهة النصرة أو كتنظيمات أخرى، هذه التنظيمات لا تنتمي إلى الجيش الحر ولا تتبع له، نحن لا نتبادل معه لا الذخيرة ولا العتاد ولا التمويل ولا أي شيء. هي كيانات لكن هي فصائل على الأرض موجودة. عندما يكون هناك عملية كبيرة، عملية تحرير أو عملية سيطرة على أحد المواقع العسكرية، تنضم إلى القتال. لكن هذا هو كل ما في الموضوع، هي عمليات تنسق بوقتها، تنسق على الأرض فقط، ولا يوجد أي تنسيق لا إداري ولا مؤسساتي. مثل هكذا عمليات ممكن نتحدث على مطار الجراح العسكري الذي تمت السيطرة عليه قبل أيام، إلى أي مدى سيطرت الجيش الحر أو الجماعات التي تقول إنها تقاتل بشكل مفرد، سيطرت كل هذه أو المعارضة المسلحة سيطرتها على هذا المطار؟ إلى أي مدى هذا يمثل سيطرة المعارضة على شمال سوريا؟ هي الأهداف الأخيرة في منطقة شمال سوريا تمهيدا لإعلان هذه المنطقة كمنطقة آمنة. يعني ومنطقة المطارات تحديدا هي نقطة هامة، لأن هذه المطارات تستعمل كقواعد للنظام، ليس فقط لانطلاق الطيران منها وقصفه للمناطق المدنية، لا، بل باعتبار أن هذه المطارات تستعمل لتخزين السلاح وإمداد بقية المناطق، وحتى لتخزين السلاح المدرع كدبابات وآليات وجند. أنا أعتقد أن الأهداف النهائية في كل منطقة شمال سوريا قد باتت 4 أو 5 أهداف كبيرة. البارحة بعد تحرير اللواء 80، أعتقد أن مطار حلب الدولي سيكون في فترة قصيرة جدا محرر، وباعتقادي عند انتهاء تحرير المطار وإدارة المخابرات الجوية في حلب ستكون منطقة شمال سوريا كلها محررة. تعتقد أن المشكلة في تحريره أو في المحافظة عليه بعد ذلك؟ لم الكثير من المناطق سمعنا عن تحريرها ومن ثم أعاد النظام بسط سيطرته عليها. أنا أعتقد العكس، أعتقد أن النظام الذي أعلن في الكثير من الأحيان. يعني النظام حرر دارية حوالي 200 مرة، يعني هو سيطر على دوما حوالي 150 مرة. هو كل يوم صباحا يعلن أنه طهر منطقة ويعود ثاني يوم، لنكتشف أنه يدخل عدد هائل من الدبابات والجند ليصور لقطة عبارة عن دقيقتين وينسحب. ليس الجيش الحر من يتعامل بآلية الاحتلال، النظام يتعامل بآلية الاحتلال. نحن نتعامل مع المناطق على أنها مناطق يحررها أهلها، وتعود السيطرة إلى حاضنتها الشعبية الأهل للمناطق، لكن النظام يأتي بالدبابات ويأتي بالطائرات فقط ليسيطر. نقاط كثيرة أوردتها وأود أن نتوقف عندها واحدة بواحدة. سنتحدث عن السلاح بداية. دائما ما يتم التساؤل والتشكيك عن مدى تسليح الجيش الحر، عن حجم الأسلحة المتوسطة، الأسلحة الثقيلة. اليوم سمعنا إسقاط طائرة ميج. نعم، بداية حقيقة يعني وفي الفترة الأخيرة وبعد مبادرات الحوار، وقد بات واضح للجميع أن هناك رغبة دولية بالضغط على الجيش الحر لوقف عملياته أو للتخفيف منها. التسليح منذ بدايات الثورة السورية إن وجد فهو كان يكون على آلية لا غالب ولا مغلوب. الذي حصل في الفترة الأخيرة أن الانتصارات الهائلة للجيش الحر قد أتاحت له الحصول على الكثير من الأسلحة والسيطرة على الكثير من المقرات. هذه المقرات كان فيها ذخيرة من كل الأنواع وكان فيها أسلحة. يعني أعطيك مثال، البارحة بعد السيطرة على اللواء 80 كان هناك صواريخ مضادة للطائرات، صواريخ مضادة للدروع، قواذف لأول مرة يسيطر الجيش عليها ويحصل الجيش الحر عليها. كان هناك دبابات، كان هناك طيران ميك، كان هناك العديد من السلاح الذي من ممكن للجيش الحر. من الخارج هل يتم تزويدكم بأي نوع من الأسلحة؟ أعتقد لو كان يتم تزويدنا من الخارج بنوع من الأسلحة يكفي لحسم المعركة اللي كانت حسمت منذ زمن. بهذه الإمكانيات وبشار الأسد لم يعد يسيطر إلا على بضعة كيلومترات في سوريا ويقصف الباقي بالطيران والصواريخ. فلو كان هناك إرادة دولية حقيقية بالتسليح لما أعتقد، يعني سنتين، نحن اليوم سنتين نقاتل بشار الأسد. تحدث عن معركة للحسم، ربما هي معركة دمشق، أين أصبحت؟ يعني خبرتنا مع النظام قد اكتسبنا منها انه لن نفتح اي معركه في دمشق او غيرها اذا لم نكن نستطيع ان نحسمها، لان النظام سيدمر هذه المدينه اذا لم نكن نستطيع حسمها. يعني عندما اعلنت معركه ادلب قد استطعنا تحرير ادلب، اليوم عندما اعلنت معركه حلب نحن قاب قوسين او ادنى من اعلان حلب محرره ومنضم للمنطقه الشماليه الحره. اعتقد ان معركه دمشق يجب التحضير لها جيدا، ونحن قد اختبرنا النظام في الاسبوع الماضي عندما اعلنا
ملحمة دمشق، اختبرنا النظام وقد كانت حقيقة يعني كانت المفاجأة كبيرة جدا أن النظام شبه منهار حتى داخل دمشق. أعتقد أن الصراع مع بشار الأسد لن يطول. طيب كنت قلت أنه الاتجاه العام يتجه نحو الحوار، ماذا لو تم الضغط عليكم في الفترة المقبلة أو طلب منكم بالتهدئة أو وقف إطلاق النار؟ لو قرر الجيش الحر الآن وقف إطلاق النار، هل بإمكانه إلزام جميع من هم على الأرض على ذلك؟ النقطة الأساس أنه على أي على 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 حسب ما الشروط، يعني إذا كان نوقف إطلاق النار مقابل إنهاء هذا النظام وإسقاطه فبالتأكيد سيلتزم الجميع. الشعب السوري لم يخلق حاملا بندقيته ويطلق النار، يعني نحن لا نقاتل رغبة منا بالقتال، بالنهاية كل الشعب السوري هو شعب مسالم بطبيعته، هذا الشعب عمره آلاف السنين وهو شعب مسالم بالأساس. إذا كان أساس الحوار هو ليس الحوار عفوا وقف إطلاق النار هو رحيل بشار الأسد ونظامه وفق أي تسوية فنحن مستعدين، أما إذا كان على آلية تجديد جوازات السفر فيعني بدهم يسمحوا لنا فيها. هي نقطة أخيرة قبل أن ننهي، كنت تحدثت لأحد الصحف عن نهاية قريبة لقضية المخطوفين اللبنانيين شمال سوريا، إلى أي مدى الحل قريب بالفعل؟ الحل قريب، جميع الأطراف ترغب بنهاية هذا الملف، وحقيقة هذا الملف بات جرح، يعني جرح بين الشعبين السوري واللبناني، لكن هناك طرف أعتقد أنه لا مصلحة. ما هي شروطكم؟ ما مدى تجاوب الحكومة اللبنانية؟ عفوا هي ليست شروطنا، بالبداية نحن أعلنا أن هؤلاء المخطوفين ليسوا لدى الجيش الحر، هم لدى فصيل نحن نعتبره خارجا عن القانون وخارجا عن الشرعية أساسا. مسألة الخطف هي ليست من مفاهيم الجيش الحر ولا من منطلقاتنا، يعني نحن قلنا أنه لمس لدينا، نحن دخلنا بالموضوع كوساطة مع بعض الأطراف في لبنان التي عملت لدينا، أما في هناك طرف آخر في لبنان وطرف بشار الأسد يريدون قتل هؤلاء المخطوفين لإشعال الوضع في لبنان. أعتقد أن هذا الملف سيكون له نهاية إيجابية بالفترة القريبة القادمة. لؤي مقداد المنسق الإعلامي بالجيش السوري الحر، شكرا جزيلا لك.